أسعد الله أوقاتكم. ما هي الرسائل الطاقية التي تحملها الحشرات؟ الكون يخبرنا شيء علينا الوعي له أو علينا الاحتياط منه. إن تواجد الحشرات بالطبيعة مهم جدا. ونحن الآن في منازل مكيفة نظيفة ومرتبة، ونستغرب جدا حين نرى الحشرات لأن لا سبب منطقي لوجودها. إذن فما هي الرسائل الطاقية التي تحملها الحشرات؟ سأتحدث في هذا الفيديو عن رسالة الزلاقط، وهي نوع من أنواع الدبابير الصغيرة. وجود هذا النوع من الدبابير الصغيرة يدل على وجود ذبذبات غيرة زوجية، وعلى وجود شك مستمر بينهما بذلك المنزل. للمزيد من المعلومات حول الطاقة الخفية لرسائل ظهور الحشرات، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وضغط زر الإعجاب ليصلكم كل ما هو جديد. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.